سلام، هذه البارت 2 ديال التنظيم ديال اكلات الاسبوع. باغ كونطخ اليوم غادي نشوف معاكم بالديتاي وبطريقه اللي هي براتيك كيفاش كنطبق دوك النصائح اللي عطيتكم في الفيديو اللي سبق، واللي غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هكا اللي ما شافتوش عاود ترجع تشوف. بالنسبه لهذا التنظيم هذا راه ما تينفعش غير في سيمانه، يعني غنعرفوا ريوسنا شنو غادي ناكلو. هنا مثلا كنوجد لا ليست ديال دوك الاطباق اللي غادي نوجد في ديك السيمانه، وهاد لا ليست غتنفعني لسيمانات واحدة اخرى. اول حاجه كنبدا بها هي كنقاد الكوزينه، يعني كنخويها تماما. الا كان شي فيسيل ما مقاداش، كان شي حاجه خاصها تغسل، ابري كناخذ داك سطح العمل اللي هو اللي غادي نخدم به وغادي ناخذ فيه راحتي، كنغسلو كنحكو مزيان بالتيدو جافيل. وانا كيعجبني اخر توش تكون فيه هي ديال الخل باش تكون شي حاجه طبيعيه، حيت كيبقى التيدو جافيل ولو كيعطي النقاوه. المهم السلام عليكم. الوغ جبت القضيه ديالي اللي درتها على اساس هذيك لا ليست، يعني غادي نعرف شنو غادي ناكل وغادي نجيب على اساسه، يعني ما نخليش الخضره تخسر. قبل كنت كنجيب الخضره بالزايد وكنسالي بان كلشي كيخسر ليا في الثلاجه لاني غير بوحديتي. الوغ اول حاجه كنبدا بها هي الربيع، لاني كنستهلكو بكميه اللي كبيره. باغ كونطخ هنا الربيع راه غادي نجيب الكميه اللي غادي تقضني 15 يوم، هو والثومه وشحال من حاجه غادي تشوفوها معايا في لا فيديو، كنديرها بواحد الكميه اللي كثيره باش ما نبقاش كل سيمانه كتشد ليا اليد. يعني بحال تقريبا نخدم سيمانه ورتاح واحد جوج سيمانات وحدين اخرين. ملي كتخدمي دقه واحده كتسهل المأموريه. داكشي اللي درتو مع الربيع غادي نديرو حتى مع النعناع. باغ كونطخ النعناع ما كيصبرش بزاف، ولو تخليوه وديروا ليه كاع المسائل اللي خاصه كندير حتى هو واحد اللولو اللي غيقضني غير سيمانه هكاك، ما كنفوتهاش. الوغ ابري بالنسبه لكاع هادشي اللي هو لا ربيع لا نعناع لاي حاجه، النعناع ما كنديرش معاه الخل، الربيع كنقطرو في الماء اللي فيه الخل، يعني كنحطو في الماء فيه الخل، ومني كنحيد داكشي كنعاود نشلو ونحطو يتسقطر. الثومة كيف ما كتشوفوا الثومة انا ما تيعجبنيش ان نبقاو كل مره هكا كنقطعوا الضريس ديال الثومة مع داكشي اللي تنخدمو، تنقردها كامله دقه واحده. وانا خدامه على الثومة تنحط مطيشه بواحد الكميه هي اللي غتقدني في سيمانه، كندير معها شويه ديال الخل والماء وتنقطعها اون فوا تتوجد، وميم طو راني خدامه هكا وهكا باش ما كنبقاش معطله بزاف حيت هادشي كيشد اليد. الليمون حتى هو نفس المنظر، كنشلو وكنعطي الدق الماء. انا كيعجبني نخدم وكاين زعما في نقي داكشي على خاطرو، كنعطيه على تيساع، لاني اصلا ملي كنخدمو الكميه كامله ماشي بحال ملي كنبداو نجبدو حبه بحبه ونغسلو فيها، راه حتى هكا راه ما كاينش ضياع ديال الماء بزاف. ومثلا الحاجه اللي غتبغي تغسل جوج مرات بحال مثلا شي حاجه اللي كتبان ليا مسخات بطاطا ولا شي حاجه، تنخدمها بالماء ديال اللي قبل منها، ندير ليها الكوش الاول ديال الغسيل والكوش الثاني عاد كنديرو على نقا باش هكا ما كنضيعش الماء بزاف. ولكن في النهار ديال اليوم راه اكيد كاين الماء كيخدم. انا كيعجبني ديك القضيه ديال نحيد الوسخ وداكشي اللي كاين، بحال مثلا العنب راه الا ما نقيتوهش واخا ضلوا تكبوا عليه في الماء، ملي تبغيو تاكلوه واخا هكاك خاصكم تعاودوا تفركوه وتخدموه. هنايا خديت شويه ديال خيزو الباربا، كيف ما كتشوفوا راه الكميه قليله، راه من كنت كناخذ كيلو جوج كيلو نص كيلو وليت كناخذ بالحبه، وسورتو ان الميزان دابا راه كلشي ولا عنده ميزان الكترونيك، سكي في تقدروا تعبروا اللي بغيتوا. وانا اغلبيه كنت كناخذ من الاسواق الكبرى، سكي في كنعبر حتى جوج حبات ديال المطيشه ما كاينش اشكال. نتوما كيف ما كتشوفوا هنايا خدمتها كل دقه وحده حيت عليا ديك تماره. واش خديت الزيت، انا كناخذ الزيت البلديه، خذوا اللي بغيتوا، وكندير فيها ديك الكميه اللي غتبقى عندي. كيف ما قلت لكم تقدر دي ليا من 3 سيمانات حتى لشهر لاني غير بوحديتي، ويعني والكميه غتخدموها على حساب اللي بغيتوا، ما كتخسر ما كتجرى فيها حتى شي حاجه، وكتجي في المذاق ديالها احسن مليون مره من ديك الثومه اللي كتخدموها مثلا في كتتحكوها هكا وديروها في الثلاجه ولا الربيع نيت، ملي كيخرجوا ديك المده اللي كيتميهو فيها ما كيبقاوش زوينين. وانا مشيت بعيد، انا الثومه والبصله ما كتعجبنيش الريحه ديالهم وسط السيمانه، سورتو اللي بغات تقاد فيرات وداكشي، راه الا بقيتي كل مره كتنقي فيهم راه ما عمرك اما غطيبي اما غتقادي راسك، ما غيكونوش بجوج بطبيعه الحال. دونك انا كندير شنو، كندير حتى مطيشه وصلت لاني بكثره ما كتكون عندي مثلا السيمانه تخو شارجي كندير ليها نفس الحاجه. وداك الزيت الزوين في الموضوع راه ماشي كنخسروا الزيت، لان هاد الزيت اللي غنكب مثلا على الربيع ولا على الثومه راه اولا كتنسم به ديك الثومه ولا الربيع، وثاني حاجه كنخدم بواحد الزيت اللي فيه المذاق احسن
وما كيضيعش، لاني غنطيب بيه ملي غنجي نطيب، وانا كنهز في التومه دايره بحساب راه فيها المسائل ديالها والزيت ديالها. الوغ هنايا وجدت اللحوم، داكشي ديال البروتينات كامل ديال السيمانه اللي على حساب داك اون فادير داك المنيو اللي انا قاديت بقبل واللي انا غينفعني في سيمانات وحدين اخرين. كنقاد قدامي كلشي باش نشوفو على خاطري شنو غادي ندير فيه. الديسير حتى هوايا، ولا شفتوا راه اني حطيت واحد لابواط ودرت فيها السوب بالان، ولا درت فيها ديروا فيها كلينيكس ولا اللي بغيتو، هذاك تيمص ديك الرطوبه اللي كاينه في الفواكه ولا في حاجه اخرى. كنمشي لخدمتي وانا هانيه، وكاينين طرق اخرى ودي تكنيك اخرى باش نقص مازال الخدمه نص السيمانه. وبسلام عليكم.